معنا الدكتور الأستاذ عمر ألتنداغ، أنا نائب رئيس قسم الإحصاء وعلوم الحاسوب في كلية العلوم في جامعة بلجيكشي إديبالي. يعد قسمنا من أحد أقسام القليلة في تركيا، وقد بدأ حياته التعليمية النشطة في العام الدراسي 2020-2021. حاليا نواصل حياتنا التعليمية بإجمالي 120 طالبا في الفصول الثلاثة الأولى. يعمل في قسمنا ما مجموعه 4 محاضرين، من بينهم أستاذ مشارك ومحاضران دكتوراه وباحث. بالإضافة إلى ذلك يدعم أعضاء هيئة التدريس من الأقسام الأخرى في جامعتنا تعليم طلاب القسم لدينا، الطلاب الذين أكملوا بنجاح دراستهم الجامعية لمدة 4 سنوات في قسمنا يتخرجون بلقب الإحصائي. الإحصائي من هو؟ ماذا تفعل الإحصائيات؟ الإحصاء لفترة وجيزة هو علم البيانات، ويمكن وصف الإحصائيين بأنهم خبراء بيانات. الإحصاء أنه فرع من فروع العلم، يمكن من تحليل وفهم البيانات التي تم الحصول عليها في كل مجال تقريبا، من الهندسة إلى الاقتصاد، من العلوم الاجتماعية إلى العلوم الصحية، وله مجموعة واسعة من الاستخدامات. من ناحية أخرى يمكن وصف الإحصاء وعلوم الحاسوب على أنهما قسم يقوم بتدريس مهارات مطوري البرامج والبرمجة، وهي عناصر لا غنى عنها للعلوم الحاسبية، إلى جانب العلم الأساسي الذي هو علم الإحصاء. طلابنا الذين يستوفون الشروط اللازمة لديهم الفرصة لمضاعفة التخصص في قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة في جامعتنا. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتخرج طلابنا الذين يكملون دورات التكوين التربوي كمدرسين لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كونهم إحصائيين خبراء. يمكن لطلابنا مواصلة تعليمهم العالي في الهندسة والأعمال والاقتصاد إلى جانب مجالاتهم الخاصة. في العامين الأوليين من قسمنا يتم تقديم دروس الرياضيات الأساسية والإحصاء والبرمجة لطلابنا. في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى الدروس الإجبارية يتم تقديم دروس اختيارية في الرياضيات والإحصاء والبرمجيات. كرياضيات أساسية هناك 4 فصول دراسية من دروس التحليل، بالإضافة إلى دروس المعادلات التفاضلية والطوبولوجيا وتحليل الانحدار في مجال الإحصاء والتصميم التجريبي والإحصاء المتعدد المتغيرات والعمليات الاجتماعية في مجال علوم الحاسوب، بالإضافة إلى لغات البرامج مثل بايثون والسي وفيجوال بيزك. يتم توفير دروس مثل برمجة الإنترنت والويب واستخراج البيانات وإدارة قواعد البيانات. يمكن لطلابنا الوصول إلى خطة الدرس التفصيلية ومحتوى الدروس عبر نظام معلومات التعليم في جامعتنا. يوجد في جامعتنا صالة كمبيوتر مجهز بالكامل، حيث يأخذ طلاب قسمنا دروسا في البرمجة. على الرغم من عدم وجود تدريب أو مشروع تخرج إلزامي في قسمنا، سيتمكن طلابنا الراغبون من الالتحاق بدروس تدريبية حول مشروع بحث، حيث يمكنهم العمل في موضوع معين